القلعة الحمراء في هذا المساء أن يكون حاضرا بميدالية جميلة. عبد الرحمن حميد حارس المرمى. إذا انطلق اللقاء على بركة الله. هذا نديم ريميلي المحترف الفرنسي ذو الأصول العربية جزائري لأصل. هذا اللاعب يلعب. إذا هناك هذا نديم ريميلي يلعبها إلى 23 موريتو أركاديوس إلى صانع اللعب الكرواتي دانييل دوتش بايف. هنا تسديدة ريميلي وهو الإهداء لأهداف نديم ريميلي الذي اختفى تماما في البطولة. لم نشاهد هذا اللاعب على مستوى كساعد مهم ولاعب واحد من اللاعبين المهمين. هنا محسن رمضان وأيضا واحد من الأسماء المهمة ولاعب لديه إمكانيات كبيرة ولديه قدرات عالية على مستوى الحلول الفردية وكذلك الحلول الجماعية. هنا مصطفى خليل. هذا إسلام حسن العقل المفكر يلعبها إلى أحمد عادل على مستوى الدائرة. حسب حسن رمضان إسلام حسن إلى مصطفى خليل. إسلام ومحسن ورمضان. آه يا رمضان معليش. هذا كيلسي أيضا هجوم خاطف لكيلسي على مستوى صناعة اللعب والحلول الفردية. يأتي هذا اللاعب ثراس تارسون هوك هذا طبعا السويدي على مستوى صناعة اللعب. ثراس تارسون هوك يلعب على مستوى صناعة اللعب يحاول تدوير الملعب البحث عن الدائرة لكن هذا أن يعطي الأدفندج إلى مين؟ ريميلي نديم وتسديدة وأيضا تسديدة على المرمى بالحلول الفردية لهذا اللاعب نديم ريميلي اللاعب الفرنسي. وهنا أيضا الله المحاولة من هذا اللاعب أيضا إسلام حسن نجم المنتخب المصري ونجم الأهلي. هذا الأسكندراني الجميل هذا إسلام حسن. هنا سبعة أمتار للأهلي المصري وأيضا التحيات هي لهذه الجماهير الوفية التي تزحف إلى الأهلي في كل مكان وفي كل الميادين وفي كل الدنيا. وهنا يا سلام 7 أمتار ونجاح لعمر خالد. عمر خالد و7 أمتار ونجاح أول الأهداف للأهلي على يعني كيلسي أحد المرشحين. كنا نتحدث في يوم أمس أن لقاء كيلسي وبرشلونة كان النهائي المبكر لكن برشلونة ما يمزح. برشلونة ما يعرف يلعب مع في مثل هذه الظروف وضرب موعد مع النهائي أمام ماغديبورغ. هنا يأتي نديم وتسديدة حوضية جميلة لسيكو سيزيمون وتسديدة حوضية جميلة. هنا محاولة الاختراق ونجاح لمصطفى خليل. يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. إيه اللعب ده؟ إيه الفن ده؟ إيه الله على الحوضية أيضا على الحوضية تأتي من هذا اللاعب ثراس تارسون هوك أيسلندي هذا اللاعب ثراس تارسون هوك. إسلام حسن يبحث عن الحلول عن تدوير الملعب ومعه لاحظ مع مين مصطفى خليل يلعب أدوار متبادلة. مصطفى خليل مع إسلام حسن مع محسن رمضان لعب على الدائرة لكن أيضا حاول يلعبها إلى المتمركز أحمد عادل والحديث عن كرة اليد المصرية بالتأكيد هو حديث ذو شجون له البدايات فأما النهايات فهي متروكة ومفتوحة على مصراعيها على مستوى الألقاب على مستوى النجوم على مستوى الطموح وعلى مستوى أيضا مدرسة الفرعون المصري لكرة اليد من خلال بطولة كأس العالم للناشئين في مقدونيا
وهنا المحاولة حسن قداح كان هداف هذه البطولة وقداح اليوم أحد النجوم هذا الإنتاج الرمالي أوه نديم رمالي وينك يا نديم أمام برشلونة وينك أمام برشلونة اليوم نديم واضح أنه يلعب الهدف الثالث على المستوى الشخصي لهذا اللاعب ويوم أمس ما شفناه أمام غاريسيا الحارس العملاق الحارس الذي قاد البرشلونة للنهائي باقتدار وكان نجم المباراة على الإطلاق بالتأكيد إسلام حسن العبها إسلام لمصطفى خليل إسلام ومصطفى يلعبها تسديدة لكن أيضا شوف القوة الدفاعية شوف القوة الدفاعية جيلان توماس طبعا البولندي هذا الله الله عليك يا مصطفى الله عليك يا درش ايه الفن ده الله عليك يا حميد لا هذا مش حميد ياسر هذا محمد ابراهيم الله 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 شعللها ولعها يا سلام حطي على المدرج يا مخرج شوف الجمال ده كله شوف الجماهير شوف هذا الوفاء شوف العشق للقلعة الحمراء هذا العشق الذي لا ينتهي هذا العشق الذي ربما يحتاج أن يعني يكتب له الروايات والقصص ليحدثنا عن عشق لا ينتهي لجماهير ارتبطت بالقلعة الحمراء بالأهلي بالبطولات بالتاريخ بالنجوم هنا تدوير الكرة البحث عن اللعب على مستوى الدائرة يا سلام يا سلام هذا الفرنسي تورنات نيكولاس يلعب على مستوى الدائرة لاعب لديه إمكانيات لاحظ الدفاع البولندي طبعا لنادي كيلس هذا مصطفى يلعبها إلى محمد إبراهيم إلى أحمد عادل طبعا على مستوى الدائرة هذا إسلام حسن يلعبها على مستوى الدائرة لأحمد عادل لكن أيضا التغطية موجودة وبالتأكيد هنا المحاولة لمين؟ إلى مصطفى ومحاولة البحث عن اللاعبين إشارة الألماني سبعة إشارة السلبي لكن تسديدة لمصطفى لكن وين؟ مصطفى خليل إلا الفرنسي نورنات نيكولاس شوف هذه واضحة أمامنا نورنات نيكولاس وهجوم خاطف بالتأكيد يعني اللعب الأوروبي يمتاز بالسرعة والقوة والذكاء سرعة عالية جدا وأيضا شوف انتشار كبير على مستوى كيفية التمركز حتى في الفاست بريك بالهجوم الخاطف إسلام حسن والخبرة الميدانية للشاطر حسن لإسلام حسن يا سلام على أهل الإبداع وعلى الشجاعة وعلى الفن والإمتاع شوف هذا إسلام هذا الخبرة الميدانية هذا الأسكندراني إذن تدوير الكرة تراسين هوك يلعب على مستوى صناعة اللعب تدوير الكرة مرة ثانية البحث عن اللعب على الدار الله الله ويا سلام عليك يا سلام عليك محمد يا إبراهيم سلام عليك يا محمد على الأداء الرائع على اللعب على التصدي على هذه أيضا على الأداء الرائع في هذا اللقاء الممتع للغاية في لقاء ننتظر بالتأكيد ننتظر الفرحة الأهلاوية إن شاء الله ربنا يكتب للأهلي الذي تواجد في دوري الكبار ضمن الأربعة ممثلا للعرب في هذه البطولة في السوبر جلوب ايضا التحيات للخليج الذي الخليج والترجي خامس وسادس العالم
على مستوى هذه البطولة. انتهى اللقاء لصالح الترجي 31-30 في مباراة انتهت في اللحظات الأخيرة. مبروك، ولكن يبقى الأهلي اليوم في ضمن الأربعة الكبار يلعب يبحث عن ميدالية البرونزية أمام باغديبور. كانت الأمور صعبة للغاية لكن لم تكن مستحيلة. أبناء النيل لا يعرفون المستحيل بالتأكيد، أبناء النيل لا يعرفون المستحيل، هم يقبلون التحديات الكبرى، هم من صنعوا المعجزات وبنوا الأهرامات وبنوا كل هذا التاريخ الكبير. والنيل يجري ليصنع الحياة، ليصنع الحياة واستمرارية الحياة. النيل عنوانهم الكبير لحب الحياة، كتبوا كل الروايات على هذا النيل. إذن إسلام حسن أو هذا أحمد خيري اللاعب المميز يلعب على مستوى البليميكر لصناعة اللعب، لديه قدرات كبيرة. يعني فعلا اليوم أحمد خيري هو أحد يعني أهم المكاسب الأهلاوية، برز بشكل لافت على مستوى صناعة اللعب وقدم مستويات كبيرة في هذا اللقاء في هذه البطولة. بالمجمل أحمد خيري ربما الإعياء للأعياء والبطولة الضاغطة طبعا. إذن أنا وتحدثنا محسن يا الله عليك يا رمضان، أهلا رمضان، رمضان جانا وفرحنا به، الله على اللعبة الجميلة والتسديدة للمحسن رمضان. اللعب على الأطراف، أوه لاحظ كيف سلسلة الكرة، افتكاك الكرة، كيف السرعة في الافتكاك لهذا اللاعب. هذا ميغيل سانشيز الأسباني، والأسبان لديهم لقبين على مستوى العالم. آخر الألقاب كانت في 2013 طبعاً، إذا ما تحدثنا عن الألقاب كان خوسيه سيرا الحارس الذي قال أيضاً في ذلك اللقاء الشهير أمام الدنمارك. قاد المباراة، هنا المحاولة، يا سلام، هذا طبعاً عبد العزيز اللاعب شهاب الدين أحمد، أحمد خيري لشهاب الدين أحمد. يا شهاب وينك يا شهاب، العب على المرمى ولا تهب يا شهاب، العب على المرمى. هذا وولف ينزل، وولف الحارس الألماني ينزل لأرضية الملعب في هذه اللحظات. فولف أدرياس الألماني يلعبها، والحكام ألماني اليوم، ولعبة جميلة أيضا من نديم رميلي، لكن يقول الألماني أن الكرة، أن نديم نزل على أرضية الملعب. محسن العبها، افتك الكرة يا محسن، بسرعة العبها بذكاء، العبها بجمال. ويا سلام على جمال المنظر، تحية التحيات لأبناء النيل، للفراعنة المتواجدين في المدرجات ليصنعون الفرح ويؤازرون به باقتدار. يا سلام، هذا شهاب الدين أحمد، شهاب الدين إلى أحمد خيري، أحمد خيري وصراع مع نديم الرميلي المحترف الفرنسي في فيف كيلسي. هذا الله الله عليك يا أحمد يا خيري على القتالية والروح العالية على هذا الاستبسال، وليس غريب بالتأكيد على أبناء النيل الفراعنة الجدد صانعي الفرح في القلعة الحمراء. 7 أمتار وهدف فولف، والله له 10 فولف، يعني عمر خالد ما يمسح، عمر خالد ولعبة 7 أمتار والتحدي. شوف هذه، شوف الأطفال، حتى الأطفال كبار صغار نساء رجال في كل الدنيا تجد أن هناك جماهير تزحف لي للأهلي في كل أرجاء المعمورة. نديم رميلي يحاول على مستوى الحلول الفردية، لكن أيضا يصطدم بالرائع للغاية محمد إبراهيم. الله عليك يا محمد إبراهيم. أحمد خيري، وهنا أيضا دخول وسبعة أمتار. يا سلام على عبد الرحمن علي الشهير بفيصل، الشهير النكنيم بتاعه
فيصل وهو الذي فصل في هذه الهجمة وسبعة أمتار. فولف فولف أدرياس الله حول فيها ما عليش عمر خالد. هذه المرة الكلمة كانت لي فولف كانت لي فولف أدرياس الألماني الذي قاد ألمانيا في 2016 لتكون ألمانيا بطلة أوروبا وأيضا لبطولة الأولمبيات في 2016. هذا الذي أطلق عليه في ذلك العام جدار برلين لعبة لأليكس دوتش بايف ابن الوز عوام. أبوه هو مدرب، والده هو مدرب هذا الفريق، واحد من أعظم اللاعبين. يقول العطار تالنت واحد من أعظم اللاعبين على مستوى لاعبي كرة اليد في العالم، يعني عمل العمايل الكبيرة ولعب مع المنتخب طبعا الاتحاد السوفيتي آنذاك لروسيا، ولعب ثم أيضا إلى أسبانيا، وعندما لعب للأسبان تغير وجه الأسبان وأحضروا الألقاب وتغيرت ملامح كرة اليد الأسبانية كانت بفضل هذا الرجل وإسهاماته الكبيرة، إبداعات التي كانت على أرضية الملعب. لديه أبناء اثنين، أليكس دوتش بايف وأيضا دانييل دوتش بايف. هذا دانييل يلعب على مستوى الخط الخلفي، هنا المحاولة دانييل دوتش بايف، لكن التصدي الرائع لهذا النجم محمد إبراهيم للفرعون الذي لا يخشى الصعاب ويتحدى دائما الكبار. الله عليك الله يا محمد إبراهيم، الله على هذا الفرعون الذي لا يعرف أبدا الاستسلام، لا يؤمن بالمستحيل. كل شيء في كرة في الرياضة بشكل عام. هذا إذا محسن رمضان إلى أحمد خيري، يا سلام على اللعبة، يا الله على اللعبة الجميلة، لكن لاحظ الدفاع وكمية الدفاع والصراع، صراع الأقوياء، والله لعبة جميلة. افتكاك الكرة والسرعة في الأداء واحد من الأشياء الجميلة بالتأكيد. أحمد عادل إلى أحمد خيري، إلى مصطفى، إلى محسن رمضان ابن هذا الزمان يلعبها، إلى هذا مصطفى إلى أحمد خيري على مستوى الدائرة والقتالية على الدائرة من أحمد عادل. ننتظر ماذا لدى السيد كابتن مدرب الفريق طبعا السيد محمد إبراهيم، وأيضا المدير الفني أحمد سالم، ماذا لديهم من تعليمات ممكن أن توصل النجوم القلعة الحمراء للمرمى. راح نشوف أحمد خيري يلعبها إلى مين، محاولة صراع، ولكن يصطدمون بهذه الكتل البشرية الكبيرة. ما زال الألماني رافع عيده، طاقم الألماني رافع عيده. مصطفى خليل يتوثب، وأحمد خيري لديه الكرة، والتغطية تأتي من أحمد عادل، وراح نشوف ماذا لديه أحمد. الله، مصطفى خليل، لكن هذا سور برلين يا مصطفى يا خليل. فولف هنا لعبة على الجناح، شوف اللعب السريع، وهدف لموريتو أركاديوس البولندي. والنتيجة كما تشاهدون أعزائي المتابعين 9-7 للأهلي، مباراة جميلة وشوط رائع. هذا السيد تالنت دوتش بايف واحد من أعظم اللاعبين على مستوى كرة اليد، يعني واحد من المميزين بالتأكيد، الأسماء الثقيلة، وأيضا كمدرب هو واحد من أروع المدربين. هلا الله 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 الله, الله. إيه الحلاوة دي كلها، يا جميل يا أبها، إيه الحلاوة دي كلها، يا سلام على عبد الرحمن علي، على فيصل، إيه الجمال يا جماله، يا جماله يا دلاله، إيه هذا الفن،
ايش هذا الجمال؟ وهذه المتعة لفيصل، لعبد الرحمن علي الشهير بفيصل. إذن أليكس يلعبها اللي طبعا شوف هذا أليكس، أليكس دوت بايف على مستوى الدائرة لو، لكن أيضا هدف، هدف لمين؟ للبيلاروسي آرتر سيمكارك، آرتر سيمكارك البيلاروسي، هذا البيلاروسي من بيلاروسيا. أحمد خيري شوف الدفاع، لاحظ الدفاع الآن على، شوف على فيصل. الله يا أحمد، الله يا أحمد، الله يا أحمد، الله يا أحمد، الله على الفن وعلى الإبداع وعلى الإمتاع وعلى الثقة العالية وعلى المهارة الكبيرة. هذا مش حارس عادي، هذا فولف، هذا فولف أدرياس. شوف شوف وتعلم كيف أحمد خيري بيتكلم، كيف بيشوف وتعلم. الله عليك يا الله، يا الله عليك، يا الله عليك محمد إبراهيم على التصدي الرائع. لكن المتابعة كانت ممتازة من هذا اللاعب، من هذا البيلاروسي آرتي سيمكارك، آرتي سيمكارك. وهدف جميل، متابعة على مستوى الدائرة، وهذا الشيء مطلوب، شيء مطلوب. أحمد خيري، أحمد خيري يلعبها لفيصل لعبد الرحمن علي. أحمد حاول يلعبها على مستوى الدائرة، لا يا أحمد، كان يفترض تكون بعيد شوية، لا تقرب من هذه الأطوال، أطوال قامات عالية، وبالتالي الاقتراب منهم يعني تسبب صعوبة في الحلول في تمرير الكرة، وبالتالي أعتقد عليك أن تبتعد. هنا المحاولة، تدوير الكرة يلعبها إلى موريتو أركاديوس، إلى أليكس دوتش بايف، أليكس إلى ميشيل سيزاك. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام يا محمد إبراهيم، محمد إبراهيم تألق وحضور، وحضور عالي لهذا المصري، لهذا الفرعون المرعون المصري، لهذا المتألق طبعا. ونتمنى طبعا التألق، استمرارية التألق. أليكس إلى دانييل، إلى مين؟ أليكس لعبها لدانييل، ومن دانييل لميشيل سانشيز، ميغيل سانشيز، أو هذا ميشيل سيزاك، ميشيل سيزاك. هذا بولندي أيضا، يعني أسباني موجود لدى الكيلسي، أسباني، ثلاث أسبان وثلاث فرنسيين وأيضا بيلاروسي واحد، و أيسلندي. إذن هذه تشكيلة، هنا أحمد خيري، المحاولة الاختراق من الحلول الفردية. السلام عليك، يا سلام يا أحمد يا خيري على اللعب الجميل، على الأداء، على الفن. يا 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 يا، نحتاج إلى الارتداد، إلى الارتداد السريع على مستوى التغطية الدفاعية، يعني لا يمكن. لاحظ لاحظ لاحظ، هذا أحمد خيري وإبداعه طبعا، وهذه اللعبة، شوف اللعبة لموريتو أركاديوس، موريتو أركاديوس، والتعليمات تالنت دوتش بايف المدرب والنجم التاريخي لكرة اليد السوفيتية وأيضا لكرة اليد الأسبانية. العب أهلي، هكذا تردد الجماهير، هكذا تردد الجماهير الأهلاوية خلف هذه القلعة الحمراء، أينما يتواجد، في المستطيل الأخضر أو في الصالات أو في برك السباحة أو في كل ميدان يتواجد فيه الأهلي، يتواجد الأهلي، يكون هذا الجمهور حاضر. يا سلام على أحمد خيري، وسلامات لهذا اللاعب. إعياء كبير وجهد بدني بالتأكيد، إعياء كبير، جهد بدني عالي على مستوى الهجوم، على مستوى الحلول. إذن 7 أمتار هذه المرة، لمن القرار؟ هذه المرة لعمر دحروق،
عمر دحروب وسبعة أمتار. عمر يا عمري يا دحروق يا عمري يا دحروق، يلعب بالفن والثقة العالية، ومهما يكون في المرمى يعني بيقول بهذا الفن، والله مش خايف والله مش مرعوب من هذا الألماني فولف أدرياس الحارس الكبير، لكن أيضا لدى المصريين نجوم كبار. أبناء النيل لا يؤمنون بالمستحيل ولا يخافون ولا يهابون من النزالات الكبرى. هنا المحاولة إلى أليكس دوتش بايف قائد الفريق، يلعبها على الجناح، محاولة مرة ثانية تدوير اللعب، لكن لاحظ أيضا التغطيات الدفاعية، يا الله يعني والله تحتاج إلى مزيد من التغطيات، إلى مزيد من إلى مزيد من الحلول. إذن هدف 13-11، مباراة جميلة. وهنا يطلب السيد محمد أحمد سالم، يطلب وقت مستقطع، راح يعطي التعليمات أحمد سالم. ومباراة شوط جميل بالتأكيد، مباراة وفي يوم الختام. أعزائي المتابعين، كل التحية كل الشكر والتقدير للقيادة هذا الوطن التي دائما تبحث عن إسعادنا نحن كرياضيين في إحضار كل البطولات، وإلى المجد والعليا، وأن ترى هذا العلم خفاقا في كل الأوطان في كل أرجاء الدنيا وفي كل مكان. إذن إلى المجد والعليا، فلنجعل هذه الراية خفاقة، هذه الراية خفاقة، والهمة همة جبل طويق، والموعد دائما 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 في الميادين، هنا في الميادين في كل الميادين، ولكن نحن الآن في الميادين الرياضية. فشكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، هذا الوزير الذي أسعدنا كثيرا بإحضار المنافسات الكبرى على مستوى كل الرياضات. وهنا أيضا المباراة، اليوم نهائي، اليوم ختام السوبر جلوب في نسخة 15، هجوم خاطف، دانييل دوتش بايف، لكن معانا مين؟ معانا محمد إبراهيم. وإذا عندك محمد إبراهيم ارقد وآمن، ومصدر الاطمئنان محمد إبراهيم الفنان، مصدر الاطمئنان، يتألق ويقدم مستوى رائع، أفضل نجوم الملعب على الإطلاق محمد إبراهيم، أداء رائع، تصديات جميلة. هنا المحاولة للبرازيلي، هذا راؤول نانتس ينزل لأرضية الملعب، ربما يبحث السيد أحمد سالم عن الحلول من البرازيل. هنا إسلام حسن يلعبها إلى مصطفى خليل وإسلام، والتسديدة لكن تصدي لهذا الحارس العملاق فولف أدرياس فولف. هنا المحاولة إسلام حسن إلى مين؟ إلى راؤول نانتس، لكن وين؟ هذا سور برلين أدرياس. وهنا يأتي دانييل دوتش بايف، هو الابن الأصغر طبعاً، أليكس هو الابن الأكبر للتالنت دوتش بايف. هنا البرازيلي راؤول نانتس، البرازيلي إلى مين؟ يلعبها إلى على مستوى الدائرة، لكن المتابعة أحمد خيري ينزل لأرضية الملعب، تدوير اللاعبين من أجل طبعاً الإراحة، وأن يكون دائماً مستوى الفريق، أداء الفريق في مستوى واحد، في قوة واحدة، وبالتالي من يتعب يستريح، ومن يريد أن ينزل الميدان عليه أن يؤدي بكل إتقان. هنا المحاولة أحمد خيري، الله عليك يا أحمد، إيه الـ الجمال ده كله، إيه الحلاوة دي كلها، أهي جميل يا أباها،
الله عليك وعلى حلاوة اللعب والمهارة. وأيضا شوف حتى في اللحظات الأخيرة هناك فن، هناك صناعة فن اسمها ميدين أم إيجيبت، صناعة مصرية، صناعة مصرية بالتأكيد. هذه المهارة هي صناعة مصرية، أفكار جميلة. وبالتالي يقلص الفارق 12-14 في شوط مميز للغاية. وأما الجمال فهو في المدرج، الجمال في المدرج لهذا الجمهور الوفي، لهذا العاشق للقلعة الحمراء، لهذا المتيم بهذا النادي. عام 1907 تم تأسيس القلعة الحمراء، تخيل قبل 115 عام. الله على الأسست الجميل على مستوى الدائرة والافتكاك لهذا، لأرتيسيم كرك ابن بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، بيلاروسيا أو روسيا البيضاء. هذا إسلام حسن إلى أحمد خيري، إلى شوف الإعادة. هذا هو البيلاروسي أرتيسيم كرك، خيري إلى الله، سددها فيصل. لكن شوف فولف شنو عمل، شوف فولف أدرياس شنو عمل. هذه التسديدات وهذه نسبة التسديدات لكيلس وللأهلي 12-15. أليكس إلى نديم رميلي، إلى مين؟ نديم مرة ثانية، أوه فين الدفاع؟ نديم رميلي. ونديم اليوم نديم مسجل 4 أهداف على المستوى الشخصي. وأنا المحاولة إسلام حسن، لكن أيضا 7 أمتار ونجاح للخبرة الميدانية إسلام حسن. وهذا أيضا عمر دحروق على 7 أمتار مع فولف، يقول شوف كيف التوثب. وهنا دحروق، يا سلام عليك، يا الله على اللعبة بنفس الزاوية في نفس المكان. وطبعا هي التحديات، هذا عمر دحروق، وأمام فولف أدرياس فولف، دوتش بايف، ميشيل سيزاك إلى دانييل، إلى مين؟ وهنا أيضا دخول ميشيل سيزاك، دخول خاطئ. أحمد خيري لا تستعجل يا أحمد، في إيقاف للوقت. هنا المحاولة فولف، لا، في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط. إذا انتهى الشوط الأول 13 الأهلي 16 لي فولف كيلس، في شوط ممتع للغاية وجميل وقتالية ومهارة وكل التفصيل. إذا كتب يا عبد الله حسين إلى المنطقة الشرقية من هذه القاعة التي تقف شاهدة على أكثر من 40 عام، 45 عام ربما جاءت هذه القاعة لتحضر وتشهد على كل المنافسات الرياضية الكبيرة. فكانت الآمال والآلام وكانت الأفراح هنا في هذه القاعة بعد كل الجولات والبطولات. إذن عودة للقاء الجميل في شوطه الأول، الأهلي المصري مع كيلسي البولندي. انتهى الشوط الأول 16-13. كانت رواية التفصيل لدى الاستديو التحليلي هناك عند عبد الله حسين وضيوفي الكرام الكابتن احمد العطار والكابتن هاني هلال. إذن حديث هنا محسن رمضان الذي لم يصل للمرمى في الشوط الاول،
أتمنى أن يصل في هذا الشوط. محسن رمضان إلى فيصل عبد الرحمن علي لمحسن مرة ثانية لمحاولة، لكن يصطدم بهذه القنطرة البشرية ونجاح لهذا الفنان شهاب أحمد، شهاب الدين أحمد. وهنا أيضا يا سلام، هنا إذن يلا يا يلا يا إسلام يا حسن، يلا العب، يلا العبها بسرعة، العبها بسرعة يا إسلام، خلينا نخلص الفارغ إلى هدف يا إسلام. هذا محسن رمضان، هذا الفنان محسن رمضان. وأهلا أهلا أهلا رمضان، يلا ننتظر يا محسن يا مرأي رمضان، ننتظر في هذه اللحظات. هنا تسديدة أو محاولة الحلول من أحمد أو شهاب الدين أحمد. فولف أدرياس لعب على مستوى الدائرة، شوف التمريرة من إيديم ريميلي إلى هذا اللاعب الفرنسي الآخر، من فرنسي لفرنسي، من نديم إلى تورنات نيكولاس. وهدف جميل، هدف 17-14. الإمكانية موجودة والعزائم محقودة للقلعة الحمراء لتسديد لمحسن رمضان، لكن تصدي لبول. هنا التصدي أيضا لهذا الرائع، يا سلام عليك يا محمد إبراهيم، يا محمد يا إبراهيم، يا سلام عليك. هنا المحاولة لابن النيل محسن رمضان إلى أحمد، شهاب الدين أحمد إلى إسلام حسن، صانع اللعب يلعب لمحسن رمضان إلى مين؟ إلى عمر خالد، هذا محسن إلى شهاب، محسن وشهاب، لا يا محيا شهاب، الله روح خش كا جامد. هنا ايضا تألق لإسلام حسن، وهدف جميل، وهذا احمد سالم المدير التنفيذي، والاسماء كبيرة حضرت لي، الله يعني لعب سريع للغاية. لعب سريع هذا إسلام حسن، محسن رمضان، والجماهير التي تؤازر القلعة الحمراء بكل محبة وبكل قتالية أيضا في المدرجات لتدعم القلعة الحمراء في هذا الاستحقاق. إسلام حسن، شهاب الدين أحمد، هذا محسن رمضان إلى مين؟ إلى الفنان هذا مصطفى خليل، مرة ثانية هجوم خاطف وهجوم معلش يا محمد إبراهيم، حلوة منك يا محمد إبراهيم، لعبها بشكل مبروم، حاول فيها قاتل محمد إبراهيم، لكن أحيانا شوف الهجوم الخاطف، شوف السرعة في الارتداد في صناعة الهجوم الخاطف الفاست بريك. وهذا أحمد سالم، وتحية للحارس بالتأكيد محمد إبراهيم، قدم شوط جميل للغاية، كان أكثر لاعبي الأهلي القلعة الحمراء والأسماء الكبيرة. هنا المحاولة، تسديدة جميلة من إسلام حسن، يا سلام عليك يا إسلام يا حسن. هنا المحاولة على مستوى الحلول الفردية، وهنا هدف جميل لهذا الوضع أمامنا، سيكو سيزيمون. شنو هذا الإبداع لهذا الفنان عمر خالد، كاستيلو، والفن والإبداع كله يأتي من كاستيلو، الفن والإبداع كله على كله
ياتي من كاستيلو. عمر خالد نديم رميلي ديك الفرنسي ثراس دارسون هوك على مستوى صناعة اللعب إلى مرة ثانية. تصدي رائع، تصدي أيضا، وهنا كرة محاولة تقليص الفارق 17-20. والجماهير وروعة الجمهور وهذا المنظر المهيب للقلعة الحمراء في أرضية الميدان أو في المدرجات، كل الجمال هنا في السوبر جلوب في هذه في يوم الختام في هذه الأجواء الجميلة، والسوبر جلوب والنهائي الكبير بين مقديبورغ وبرشلونة بصوت الزميل منصور دبيس في لقاء نسخة تطبق الأصل من النسخة الماضية بين مقديبورغ وبرشلونة، ولكن الأحاديث الكبيرة في هذا المساء لمن الكلمة. الله الله عليك يا فيصل يا عبد الرحمن علي، وهنا في قبل مدة دقيقتين، وهذا واضح الألماني روبرت شولز وأيضا توبياس تونيز. هذه فيصل عبد الرحمن علي الشهير فيصل طبعا. إذن عمر دحروق 7 أمتار، لمن القرار، لمن الحديث بين فولف وعمر. الله الله عليك يا عمر يا دحروق، عمر دحروق يلعب كما يريد أمام هذا السور، أمام سور برلين. فولف أدرياس فولف الألماني حارس المنتخب الألماني، هنا المحاولة لدارسن هوك يلعب على مستوى صناعة اللعب لسيكو سيزيمون إلى هوك والبحث عن مين؟ عن أليكس دوتش بايف. لم نشاهد هذا اللاعب. بعض الأحيان قد تكون التركة كبيرة وثقيلة على بعض اللاعبين، يعني دانييل وأليكس يحملون تركة والدهم. هذا الله على الأسيست الجميل، وتورنات نيكولاس الفرنسي وتمريرة ذكية أيضا وأسيست رائع من هذا من هوك كانت التمريرة، وأيضا شوفوا التمركز الجميل للفرنسي وهدف جميل، توسيع الفارق 21-18، 3 أهداف. نبحث عن التقليص. اسلام حسن العب، يا سلام يا الله الله على الجمال وعلى هذا الفن والابداع. ايضا اسلام حسن واسيست جميل لاحمد عادل، ويا سلام على الهدف الرائع. شوفوا التمركز، شوفوا القتاليه، شوفوا ايضا الاصرار. هذا طبعا ياسر محمد. إذن فرق الهدفين، وهنا هوك يلعب على مستوى الدائرة. الله الله على الأسيست الجميل، لعبة جميلة هذا الواضح أمامنا لهوك على مستوى الدائرة، لعبها لتورانت نيكولاس لعبها هوك بشكل حلو. وهنا الجماهير والله حالة إبداعية بالتأكيد. هنا المحاولة لفيصل لكن يصطدم أيضا بفولف أدرياس فولف، والتصدي رائع لهذا الحارس. مباراة جميلة للغاية، شوفوا هذا الحارس، هذا الذي قاد ألمانيا في 2016 لبطولة أوروبا وأيضا في البرونزية أيضا الأولمبيات في 2000 أيضا في نفس العام، كان أفضل موسم له على الإطلاق. نتنقل في العديد من الأندية لكيل ولفوكس وأيضا اللاعبة لكيلسي الآن
الحديث عن ريميلي ايضا هذا اللاعب الفرنسي ولعبه على الدائره، لكن المتابعه وصافره الالماني وخطا لهذا الفرنسي تورنات نيكولاس، حاول فيها محمد ابراهيم، لعب مباراه جميله بالتاكيد. هنا المحاولة القتالية مطلوبة، هذا عمر دحروب وقتال مع سيكوسي ديمون، هنا هدف جميل أو خطأ وفيصل إلى مين؟ إلى إسلام، إلى فيصل، إلى عبد الرحمن علي، لكن فولف، وهناك في إيقاف لمدة دقيقتين على ميغيل سانشيز، هذا ميغيل سانشيز مترين طبعا طول هذا اللاعب، مترين طول هذا اللاعب، مترين، وهذا تلات دوتش بايف بالتاكيد ابتسامه عدم الرضا. عمر دحروك على 7 امتار ينجح مرتين نجح، لكن هذه المره هذا مترين و12 اللي مسك الكوره، 48 جبالة توماس، مترين و12 هذا البولندي، أطوال وقامات وبنيات، هوك على صناعة اللعب. تراسترسن هوك اللاعب الأيسلندي إلى مين؟ هذا طبعا هوك يلعب على مستوى الدائرة، يا سلام، لعبة جميلة بالتأكيد من سيكو سيزيمون، وهدف 22 19 مباراة جميلة، ومباراة فيها قتالية عالية، فيها فن، فيها إبداع، فيها حماس، فيها جمهور حاضر وعاشق للقلعة الحمراء. هنا أسلام حسن، وفي خطأ على إسلام حسن لصالح إسلام حسن، 7 امتار هذه المرة لمن؟ لعمر خالد كاستيلو، وكل القرار في هذا المكان لكاستيلو، لكن وين؟ هذا مين؟ هذا فولف أدرياس، شوفوا كيف يعني يتحول لاخطبوط احمد سالم يضرب على راسه، يعمل ايه؟ والله اخطبوط، لاحظ كيف يعني قلب نفسه راسا على عقب وتحول بالمقلوب ورمضان، وهذا المصري، يا سلام، خلص الفارق هدفين، مباراة جميلة. هذا عمر دحروب، شوف اللي قطع الكرة طبعا مين؟ اللي قطع الكرة هو إبراهيم المصري، وكلنا مصريين، مش وحدك يا إبراهيم، كلنا مصريين بالتأكيد في هذا اليوم، في هذا اللقاء. إلدن هوك إلى ريميلي نديم، الرمالي ما شفنا مستواه بالتأكيد في هذه البطولة، واحد من الأسماء من السواعد الكبيرة المهمة على مستوى الخريطة العالمية، خريطة كرة اليد العالمية. وعندما تتحدث عن، شوف هذا حديث مع الألماني تبع روبرت شولز وتوبياس تونيز الحكام، طاقم التحكيم الألماني، وهنا 7 امتار وعلى التنفيذ موريتو إركاديوس وينجح للمرة الرابعة فيه، هذا طبعا شوف ينجح في التسديدات، يلعب على مستوى الجناح، إمكانيات كبيرة ومهارة عالية لهذا اللاعب البولندي. محسن رمضان، يلا شد حيلك يا محسن، يا رمضان عاوزين هدف من هذا الفنان منك يا محسن، يا رمضان لعبها، لكن ايضا هذا، شوفوا هذا القاصرة البشرية، مترين و12 جبالة توماس، يلعب على مستوى، شوف العمق الدفاعي في منتصف الملعب،
عمر دحروق الى مين؟ عبد الرحمن علي. وفي اشاره الدخول الخاطئ، هجوم خاطئ، خاطف كوك الى نديم، نديم 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 نديم، ولكن ايضا تصدي رائع لمحمد ابراهيم النجم الرائع، النجم الذي يقدم مباراه جميله لحد الان. اسلام حسن ويطلب الهدوء، خلونا نركز شويه على ارضيه الملعب، خلونا نلعب بالتكتيك بما يطلبه منا احمد سالم المدير الفني وكذلك محمد ابراهيم. هنا اسلام الى علي، عبد الرحمن علي، اسلام وعبد الرحمن ومحسن رمضان، ورمضان تسديده حوضية لكن لخارج الملعب، لخارج الملعب يا عبد الرحمن علي. معليش معليش، نديم رميلي، نديم نديم يلعبها اسيست جميل، نديم رميلي يلعب اسيست جميل. وعلى مستوى الدائرة شوف لاعب معاه في المنتخب، وبالتالي متفاهمين بالتأكيد على مثل هذه اللعبات. نديم رميلي وتوريناتا نيكولاس، الاثنين فرنسيين، وياهم الفرنسي الاخر الذي يعني غير متواجد اليوم على في هذه المباراه، ديلان داهي، ديلان ناهي. وهنا المحاوله من عمر دحروق الى مين؟ مصطفى خليل الى احمد خيري، مره ثانيه عوده احمد خيري الى محسن رمضان، محسن يلعبها لدحروق، دحروق لكن وين يصطدم بفولف. هذا دانييل دوتش بايف، والتاركة الكبيرة التي تركها أبوهم أسطورة كرة اليد العالمية، لم ربما هذا الإرث يلاحقهم يطاردهم من أجل يعني الحديث عن هذه الإمكانيات الكبيرة. ما زال الاثنين يعني يقول حميد بقيال طبعا احد المحللين معنا فيه والنجم النجم كرة اليد السعودية، لو تجمعهم اثنين هم ما يجوا قيمة ابوهم الفنية، وبالتالي ربما واحدة من التركات الكبيرة. هنا المحاولة محمد عادل لكن يصطدم ايضا بفولف. وينك يا فولف يوم امس؟ لماذا تركت البرشة يسرحون ويمرحون في الميدان ووقفت هنا في هذا اليوم؟ يعني هذا حارس لديهم إمكانيات كبيرة لكن أمام البرشة لا لم نرى أبدا هذا المستوى. هذا أيضا أليكس إلى مين؟ إلى سيزيمون، وهدف جميل، الهدف رقم 25. هنا المحاولة إلى مين؟ إلى مصطفى خليل، لعبها على مستوى الدائرة لكن يقول عادل نازل على أرضية الملعب. وهنا أيضا التمريرة من سيزيمون لكن تصطدم بالقائم، كرة صفرت الألماني وجانبية، رمية جانبية. يوم الختام، خمسة ألقاب للبرشا، سبعة ألقاب لأسبانيا مقابل أربعة ألقاب لألمانيا، أربعة ألقاب. فوكس لقبين، وكيل لقب وماغديبورغ لقب. هل يأتي الخامس لماغديبورغ أم هو سيزيمون؟ والهدف رقم 26، بدأ يوسع الفارق. يعني كيلسي بدأ يوسع الفارق من خلال هذا اللاعب، هذا أحمد سالم ومحمد إبراهيم. والحديث ماذا نفعل؟ خلينا نسمع حديث المدربين. مع خير هنا عادي، ادينا على اثنين، خليل سكيورتي باص هنا، محسن
لو هتروح بضاعة أربعة لازم تروح كده يا محسن ما تروحش كده ماشي الوينج الوينج زيزو أربعة وخمسة يا زيزو والكورة جاية للخيري فانت اصبعهم بضاعة لو اتنين جه بص على الضامن من بدري مريح عيال المدافع اسمع يا شباب اعملوا ستة فوق نفس الفكرة أربعة هيعمل باك ليفت خمسة يرد على الفيرود وهنا أنا معايا أنا وعادل معانا الفيرود الإيجاري والباك ليفت بلاش الدالة لو سمحت اغنقها والعب العب العب فرصة للشوط شوط إذا هذا حديث محمد إبراهيم المدرب الذي ربما زج في هذه البطولة الكبرى كأول إطلالة له على مستوى التدريب وبالتأكيد أن تحضر في بطولات كبرى وأنت في بدايات التدريب تحتاج إلى أمور كبيرة ولكن أيضا ابن القلعة الحمراء قد التحدي وقدم الأهلي مباراة بطولة رائعة للغاية يتواجد ضمن الأربعة الكبار والأهلي المصري قدم الأسماء الكبيرة على مستوى هذه اللعبة هنا هدف الله الله على أحمد خيري وأحمد خيري اللاعب الفنان أحمد نصر الله خيري لاعب فنان لاعب لديه إمكانيات كبيرة على كل مستوى الحلول الفردية والجماعية شوف لاحظ أحمد خيري هذا الفنان كيف يلعب في هذه اللحظات متابعة ميشيل سيزاك يلعب على مستوى صناعة اللعب إلى هذا سيزيمون ولاعب إلى الدائرة تورينات نيكولاس هذا الثلاث يبحث عن صناعة فارق مريح ستة أهداف ما زالت الأمور ممكنة في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة والشوط الثاني وننتظر اللقاء المرتقب ننتظر النهائي في هذا اليوم كل الشكر والتقدير لكل من أسهم وساهم في إبراز هذا الحدث الكبير لصاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إلى رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ فاضل النمر وإلى كل من ساهم في إبراز هذا الحدث الكبير والجميل وننتظر النسخة الأخيرة إذا ما كانت هي الأخيرة ولكن أيضا نمني النفس بأن يمدد الاتحاد السعودي أيضا أربع نسخ أخرى لنستمتع بهذه الأجواء أجواء السوبر جلوب في هذا الوطن الغالي هنا أحمد خيري يا سلام لعبها أحمد بشكل حلو لكن وين يصطدم أحمد عادل بهذه القاطرة البشرية هنا المحاولة لمين محسن رمضان محسن إلى الفنان عاد إلى مصطفى خليل الأهلي قدم أسماء كبيرة في تاريخ مسيرة هذه اللعبة ياسر لبيب أشرف عواد جوهر نبيل أيضا يعني حازم عواد سامح عبد الوارث ومحمد عبد الله والحارس خالد العوضي ومحسن سليمان ومحمد عاشور والأسماء لا تنتهي في القلعة الحمراء أحد مصانع النجوم أحد مصانع النجوم للرياضة المصرية بالتأكيد القلعة الحمراء في كل زواياه حكاية وفي كل ميدان رواية وفي كل ملعب إنجاز ونتيجة وحديث طويل هنا لعبة على الأسس لكن الكرة ما كان فيها تركيز كرة ما كان فيها هذا دانييل دوتش بايف يلعبها إلى ميشيل سيزاك يلعب على مستوى صناعة اللعب ميشيل على مستوى صناعة اللعب وهذا أيضا سيكو سيزيمون إلى مين؟ إلى ستة ودرني سيزيمون ربما يكون شقيقين سيزيمون ودرني وسيكو وهنا المحاولة حاول يسيطر عليها الأيسلند البيلاروسي آرتي سيم كارك هنا أحمد خيري والسرعة لكن حسام إسلام حسن يقول خلينا نهدي اللعبة شوية
خلينا نهدش اللعب شويه ونركز في ارضيه الملعب. وكيلسي بيف كيلسي الذي حصل على بطوله 7 امتار 23 بطوله دوري للاهلي المصري. اما لكيلسي لديه العديد من الالقاب والبطولات، اهمها بالتاكيد بطوله الشامبيونز ليج التي حصل عليها. وخيري خيري فولف وتصدي لهذا الحارس ادرياس فولف. وصعوبه كبيره لجدار برلين، هذا حائط الصد، هذا المتعب، لكن يعني ما شفناه يوم امس، والله كنا نتمنى ان نشوف هذا الحارس حاضر امام البرشا، لكن كان جاريثيا الحارس العملاق هو من كان في الميدان، هو من كان نجم اللقاء، واوصل البرشا للنهائي في نهائي مرتقب في هذا المساء. هنا المحاولة احمد خيري الى محسن رمضان الى مين؟ هذا اسلام حسن، اسلام حسن، وسبعة امتار اسلام حسن. شوفوا هذا اسلام، مسيرة ممتازة ومسيرة كبيرة، توجها بالعديد من الألقاب والحضور في الميادين الكبرى والمنافسات العالية. هنا المحاولة، هدف جميل، وحاول فيها ماتيوس كوريكي، متر 93 هذا اللاعب الحارس البولندي، ولكن النجاح كان للفرعون المصري. هنا المحاولة، ميشيل سيزاك يلعب على مستوى صناعة اللعب، يلعبها إلى سيزيمون، وهنا ما شفناه أبداً ما شفناه أليكس دوتش بايف، المختفي تماماً، الحاضر الغائب، حاضر في الميدان لكن غائب في المستوى. أما الحضور فهو لمحمد إبراهيم ولي يعني على الحلول الفردية لهذا اللاعب البولندي ميشيل سيزاك. شوفوا حلول فردية وبنية جسمانية، متر 95. اسلام الى الفنان احمد خيري الى عبد الرحمن علي، يلعبها لعادل، احمد عادل، لكن ايضا يصطدم بدفاعات. شوف التحسينات الدفاعية خصوصا في العمق الدفاعي، هناك تكتل بشري على مستوى كبير، اللعب على الاطراف اعتقد. الله 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 على اللعب الجميل والقتالية، لكن ايضا النجاح لماتيوس كورنيكي. ماتيوس كورنيكي كان التصدي لهذا الحارس، واللعبة كانت جميلة، أسيست كان رائع، حاول يسددها أحمد عادل لكن اصطدم بكوريكي، ماتيوس كوريكي، وبالتالي الحراس وكلمة الحراس، ومع ماغديبورغ وبرشلونة سيكون للحراس كلام في يوم الختام، للحراس كلام في يوم الختام. إسلام حسن إلى الخيري، أحمد خيري إلى مين؟ إلى عبد الرحمن علي الشهير بفيصل، عبد الرحمن إلى هذا حسن، إسلام حسن إلى الخيري، والحديث عن عمل مركب، ننتظر راح نشوف. هذا عبد الرحمن علي أحمد خيري، أحمد خيري إلى مين؟ إلى فيصل، أحمد مرة ثانية، الله على هذا الجمال وهذا الفنان، أحمد خيري هو صانع الجمال في هذه اللقطة، أحمد عادل سجل الهدف، لكن الفن والجمال والأسيست الرائع كان لأحمد خيري، لاعب ممتع، يا جماله يا دلاله هذا اللاعب، والله ممتع
مبدع وفنان. ميشيل سيزاك وهدف، هدف يعني نقاتل من أجل الهدف، والهدف يأتي بسهولة هنا، نقاتل من أجل الهدف. هنا اللعب على الدائرة، يا سلام يا سلام. أحمد أيضا مرة ثانية، أحمد خديري ولعب على مستوى الدائرة مع أحمد عادل، أحمد وأحمد، أحمد خيري وأحمد عادل، والهدف يأتي، هدف رقم 24 مقابل 32. محافظ كيلسي على ستة أهداف القتالية. هدف جميل أيضا من هذا اللاعب، من هذا اللاعب ميشيل سيزاك، وهدف رائع رقم 33 مقابل 24. إسلام حسن، هنا أحمد خيري، هنا ننتظر اللقاء المرتقب ونهائي كبير عندما تحضر البرشا ومغديبورغ إلى اللقاء أوروبي بطعم السوبر جلوب على الأراضي السعودية في أجواء جميلة للغاية. وننتظر هذا اللقاء، من يريد المتعة والإثارة والتشويق وأن يشاهد البرشا ومغديبورغ، ما عليه إلا أن يأتي للصالة الخضراء في الدمام ليستمتع بالأجواء. تصدي رائع من ماتيوس كوريكي، وهنا لعبة على مستوى الدائرة، يا سلام لهذا الفرنسي تورناتو نيكولاس. خلاص نيكولاس يقول خلاص انتهى الماتش. وهنا أيضا لعبة جميلة، سبعة أمتار وقرار الألماني روبرتو شولز وثوبياس تونيز. خلاص نيكولاس يقول خلاص، راح نشوف. هذا أحمد عادل، أحمد عادل، أحمد عادل، أحمد عادل. الهدف جميل بالتأكيد، 25 مقابل 24، فأم 34 عفوا، فارق 9 أهداف، عمق الفارق، انتهى اللقاء. هكذا كان المشهد جميلا. شكرا للقلعة الحمراء، شكرا لنجوم القلعة الحمراء، وأيضا التحية، التحيات للجماهير الوفية. يا سلام يا سلام على اللعب الجميل، وهذا أيضا هدف ميشيل سيزاك، والهدف رقم 35، فارق 10 أهداف. نعم قلص، نعم حلوة. إذن هدف، هدف الختام يأتي من أحمد عادل بهذه النتيجة ب 35 مقابل 26. انتهى اللقاء، اللقاء، وبالتالي مبروك كيلسي المركز الثالث والميدالية البرونزية. حظ أوفر لي الذي حضر وآزر وكان أيضا أحد نجوم هذه البطولة. و أيضا شكرا للقلعة الحمراء، للأهلي الذي أيدي حضر ضمن الأربعة الكبار. أما التفصيل ورواية بين الشوطين لعبد الله حسين وضيوفه الكرام الليزر ونجم النجوم النجم الكبير أحمد العطار. أما أنا فأستودعكم.